الو، لا انا داخله جوه دلوقتي. ماشي. فريده اتحركت من بيتها من حوالي ربع ساعه، واقفه بتمهون في بنزينه جنب بيتها والمراقبه وراها. ونادي يا سلمى. لسه متحركين من دقيقتين. مين طلع وراها؟ اثنين من رجالتي بس عتاوله ما تقلقش. عرفتوا مكان المقبره بتاعتها؟ حصل يا فندم. بقول لك ايه، عاوز رسم كروكي المكان كله. فندم اسماعيل شغال عليه وهيجيبوا لنا العربيه تحت. انا مش عايز مفاجآت المره دي، عاوز كل حاجه تبقى مدروسه. مفهوم؟ تمام. تمام يا باشا، شربت القهوة وخرجت. تمام سعد، تمام سعد، عينينا عليها. تمام يا باشا، مع ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يلا حياتي. مش عارفة إيه آخرة اللي أخوكي فيه ده. آخرته خير إن شاء الله يا ماما. وبعدين سليم مش صغير، هو أكيد عارف هو بيعمل إيه. ربنا يحفظه يا بنتي، هو واللي زيه. أدعي له بس يا حياتي. أدعي له. بين عينك يا سليم يا ابني. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي يا رب. السلام عليكم. ايه يا صلاح بيه؟ حتى الأموات ما بقى لهمش حرمة عندكم؟ سليم فين يا هوان؟ مفيش حد هنا يا فندم. قلبنا الدنيا ملوش أثر. فتشوا تاني وتالت، خليكوا وراها لحد ما تلاقوه. يلاقوا مين بس يا صلاح بيه؟ وسليم ايه اللي هيجيبه هنا؟ سليم دلوقتي تلاقيه في مكان بعيد، مفيش حد يعرفه. احتمال، بس لازم يكون عندك فكره ان انا هفضل وراه لحد ما اجيبه. بقى لله. مساء
بصراحة سليم باشا أنا مش عارف أقول لسعادتك إيه، إنه عليك تفتكرني دوني عن الخلو كلها وتتصل عليا، فده شرف ليا. متشكر يا هودة، بس هو لسه بعيد على البيت؟ لا بعونك يا رب، ربع ساعة إن شاء الله ونوصل. إن شاء الله. كان شكله زعلان قوي وقعد يقول لي كده يا فريدة محدش فيكم يجي يزورني الفترة دي كلها. ماشي يا سلام، أنا مش هتأخر عليكم، ساعتين وهكون عندكم. باي باي. كده تمام، صلاح التوخي زمانه بيسمع المكالمة ويسبقنا على هناك. بقول لك إيه؟ هتلاقي الأفرولات عندك في الشنطة ورا. ماشي يلا اطلعي، انزل في دوسة بري. اطلع وراه. يا اهلا وسهلا يا سليم بيه، اتفضلوا اتفضلوا، بيتك ومطرحك نورت المكان. يا اهلا وسهلا، المنطقه كلها نورت حبيبي. اتفضل، نزرنا النبي النهارده. بسم الله ما شاء الله، اتفضل سعادتك اقعد هنا. اتفضل اتفضل، بسم الله ما شاء الله، اتفضل اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا بيكم، نورت المنطقه والمكان كله. معلش يا حوده، انا ربيت لك الدنيا يومين ثلاثه بس لحد ما اظبط اموري. عشان خاطري كتاب الله ما انت مكمل كلامك يا سليم بيه، يعني لولاك كان البيت ده اتخرب. وبعدين انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر، مفيش حد هنا، العيال في المدرسه وهيام مراتي في السوق قدامها ياما عقبال ما تيجي. انتوا شكلكم تعبانين وعلى لحم بطنكم، يعني انا هعمل لكم كوبايتين شاي. شاي فعلا يا باشا كريم زي ما سعادتك بتقول. سليم الأنصاري ضحك علينا يا وليد، بعتنا المقابر عشان هو يعمل أي حاجة تانية، بس أنا دلوقتي بقيت متأكد إن فريدة على اتصال بسليم الأنصاري وعارفة كل تحركاته. بيني وبينك أنا مش فارقة معايا حكاية إنه ضحك علينا دي، هي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك. هو هيروح مني فين؟ بصير أجيبه وأسلمه بنفسي ولبسوا الكلبشات. أنا اللي فارق معايا بجد هو بيفكر في إيه. سليم الأنصاري بيفكر يعمل إيه الخطوة اللي جاية. ده دين النبي يا سليم بيه، ده اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. دول مقعينكم في مصيبة أكبر من اللي كنت واقع فيها زمان. بس أنت لقيت اللي صدقك ويمشي ورا كلامك يا استحودة، إنما إحنا لابسين لابسين. تقولش كده يا عم الحاج، اللي بعت لي سليم بيه زمان من غير حتى ما أعرفه ولا يعرفني، قادر سبحانه وتعالى يبعت لكم اللي غيتكم وينجيكم من البلد ده. من بقك لباب السماء. معلش يا حودة، أنا عارف إن إحنا بلوة بليد بيها. أوعى تقول الكلام ده يا سليم بيه. يا عم سيبك من الكلام ده، أنت مش ناقص. بس انا محتاج بني ادم محدش يعرف عنه حاجه لحد بس ما اظبط اموري واعرف انا هعمل ايه. صلي على يشفع فيك يا سليم بيه. السلام. ما ينفعش سعادتك كل شويه تقول لي الكلمتين دول، انتوا هنا ضيوفي وفي حمايتي وفي رقبتي والاخر نفس في حياتي، ان شاء الله تقعدوا عندي 10 سنين كمان. سعادتك تطلب وانا عليا انفذ. مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كل ده عشان ارد لك الجميل اللي انت عملته فيا زمان؟ ونادر عليا يا سليم بيه، ما هسيبك غير لما نكشف ملعوب ولاد الحرام دول. رغم ان انا واخد عهد على نفسي يعني ما ارجعش لسكه الحرام، بس زي ما بيقولوا كده احنا الشقاوة فينا بس ربنا هدينا. ماشي يا حود، انا فعلا عايزك تساعدني في حاجات كتير، لان انت عارف طبعا مش عارف اتحرك براحتي. بس قبل ما نفكر في ولاد الحرام، انا عايزك تساعدني في حاجه تخص واحد ابن حلال. بزازت سنة
شاب زي الورد وقلبه محروق على دم ابنك، وفوق كده متربي وابن ناس، تقفل الباب في وشك ده. يا حاج انا بقيت وحدانيه ومليش حد ومانيش حمل بهداله ومرضيه حكومه. اللي انت بتقوليه ده يا سلام، طب قسما بالله العظيم ثلاثه ما في مخلوق على وجه الارض يجرؤ يلمس شعره منك طول ما انا على وش الدنيا. بالظبط كده يا حاج. وبعدين يا امي احنا عايزين نخلي منك صوره لكل ام، صوت حضرتك لما يوصل لكل الناس ساعتها مفيش مخلوق يقدر يقرب منك، هتبقى محميه وسط الناس ومع الناس. ولا يا بتر؟ رامي بيتكلم صح وعنده حق يا ام زياد، انت ام الشهيد، يعني الحكومه هي اللي هتدور عليكي وتجيب لك حقك وتراعيكي وتخاف عليكي. مش عارفه اعمل ايه. الكلام السلام نعمل امر ربنا، وانت كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تساعدي الاستاذ وزمايله في اللي هم بيعملوه، زي ما انا وابني هنساعدهم بالظبط لغايه ما الحكومه تشوف شغلها بالمظبوط وتجيب المجرم اللي هربوه ده وناخد حقنا منه. قلت ايه؟ خلص يا ست سناء بقى. يا حودة هتعمل ايه؟ لو سعادتك يعني هداله ازاي من غير حتى ما ياخد باله؟ اقول لك بعدين، بس الراجل ده طلع جدع معايا ومع اهلي، ولا لما هربت منه أزيته غصب عني، وسلاحه الميري كمان يضيع، دي مصيبه، لو اتحكم مستقبله هيضيع. ماشي سعادتك اللي تؤمر بيه. خلي بقى ده معايا لحد ما تجيب لي حته سلاح. هتعرف ولا هتعمل لي خضره الشريفه دلوقتي؟ بصراحه يا سليم بيه يعني انا بطلت الشمال ده من زمان، بس عشان خاطرك انت مقضيه باذن الله. ماشي امسك، خلي الفلوس دي معاك، هات لي حته السلاح والباقي مصاريف. ايه ده يا سليم بيه؟ يا عم امسك. لا سعادتك كده بتشتمني، مش حوده سيطره عم الجدعانه اللي ياخد اجره ضيوفه يعني. يا عم اجره ايه؟ انا عارف ان الظروف ضيقه. ماشي سعادتك هاخد فلوس السلاح، بس مش هاخدها الا بعد ما اجيب لك حته السلاح، عيب سعادتك كده. ما تقلقوش يا جماعه، ده هيام مراتي، هيام سلمي على الضيوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا اقعدوا، اتفضلوا. هيام بقول لك ايه، انا عايزك بقى توري الضيوف نفسك في الطبيخ عامل ازاي وبسرعه. حاضر من عينيا. بس مراتك شكلها بنت حلال. غلبانه بس زنانه زي كل النسوان، انما جدعه واقفه معايا على الحلوه والمره. بس احنا كده هنخليها مش قاعده براحتها في البيت وهنعمل لك دربكه. بص يا سعادة الباشا أنا مش عايزك تقلق خالص، ده بيتك ومطرحك وأنتوا اعتبروا هنا أصحاب مكان، وأنا سعادتك عامل حسابي يعني. أنا عندي أوضة فوق السطح نظفتها وروقتها، كانت مخزن اللي قبل كده، لكن خليتها 100 فل و14. هنتغدى نسلم على العيال ونشرب الشاي ونطلع عشان ترتاح. وأنت عندك عيال يا استحودة؟ يا أنا افتكرتك أخرس يا راجل. عندي حمزة وياسين. ربنا يخليهم لك. ماشي يلا بينا. ايه يا في ايه؟ البنات وامهم وحشيني يا ابني، يا ترى عاملين ايه دلوقتي؟ ان شاء الله كويسين. بعدين ما تقلقش، هنشوف صرفة تطمن عليهم وكمان اخليك تشوفهم. مبسوط يا عم؟ ربنا يخليك يا سليم باشا. والله